زينب أولى مساحتنا اليوم رح تكون مع المساحة الطبية، ورح نحكي عن مرض الاعتلال العصبي السكري، وهو بالواقع مرض ناتج عن تلف الأعصاب وبيصيب بعض الأشخاص المصابين بالسكري. شو هو المرض وشو أعراضه وكيف علاجه؟ أكيد رح نعرف كل هاي التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور تامر تامر، استشاري بأمراض الأعصاب وجراحته. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. اهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. يعني عم نحكي عن مرض الاعتلال العصبي السكري، خبرنا اول شيء عن هذا المصطلح، شو يعني اعتلال الاعصاب السكري، وهل يصاب فقط في مرضى السكري؟ هلا الحقيقه اعتلال الاعصاب بشكل عام هو مصطلح نحن بنطلقه على اي مرض يصيب الاعصاب فيؤدي الى خلل بوظيفته. طبعا احد الاهم الاسباب واشيع الاسباب اللي بتساوي او بتؤدي لحدوث الاعتلال الاعصاب المحيطيه بالذات هو السكري، داء السكري. الحقيقه في عندك اليتين لحدوث هي الالتهاب، يعني الناس ما بتعرف انه شو دخل انه السكري مرتفع لحتى يصير في عندنا التهاب بالاعصاب. الحقيقه عندنا اليتين، وحده بتتعلق انه بيصير في خلل بالاوعيه الدقيقه بسبب تراكم عصيدات وانغلاق الاوعيه الدقيقه، وبصير في نقص ترويه بنهايات الاعصاب. وفي سبب ثاني انه السكر المرتفع، وهي شغله كمان لازم كثير ننتبه لها، بيؤدي لحدوث اطلاق جذور حره او فري راديكال، وبيؤدي لاكسده مثل شلون شرائط الكهرباء اذا حطيتي عليها اسيد ببلش الغلاف تبعها يدوب. نفس الشيء بيتأكسد العصب والغلاف تبع النهايات العصبية بتدوب، وبيؤدي لخلل بشعور خلل بوظيفة هذا العصب، وهذا اللي بيؤدي إلى أعراض التهاب الأعصاب السكري اللي كتير مزعج للمريض. تمام دكتور، خلينا نحكي الاعتلال الأعصاب يمكن له أنواع، خلينا نفصل أكثر هاي الأنواع ومدى خطورتها. هلا الحقيقه اعتلال الاعصاب السكري له بنصنفه نحن لنوعين رئيسيات، اول شيء اعتلال الاعصاب السكري حاد واعتلال اعصاب سكري مزمن. الحاد بيتميز بوجود هجمه قويه وشديده مع اعراض حاده، يعني المريض بيقول لك ايدي عم تحرقني، رجلي عم تحرقني بشده، خاصه بالليل في شعور حراره شديد بالليل، في بتلاقي حتى بيعطيكي تعابير مرعبه من شده الالم، يعني بيقول لك مثل كانه في ثعابين او حياي عم تمشي برجلي وانا ما عم اقدر سيطر عليهم. هي بيدل على خدر وتنميل شديد بالرجلين مع الام حارقه شديده جدا، وعاده بتجي بعد هجمه سريعه للسكر، ارتفاع السكر. الشيء الثاني هو التهاب الاعصاب السكري المزمن اللي بيتميز بخدر ونمل على مده طويله، احساس غريب اثناء المشي، الناس لك انه ماشي على سفنج او فلين. ليش؟ لانه ما هو قادر ياخذ المعلومات الصحيحه من النهايات العصبيه برجليه عن وضعيه قدمه، فبتلاقيه ما حاسس كيف عم يمشي. طبعا هي بالحالات الخفيفه، في الحالات الشديده ممكن تظهر عنا اعراض حركيه، يعني المريض ممكن يجي عنا ضعف بايده، ضعف برجله، والسبب هو اعتلال العصب السكري. اها طب دكتور، شو الاعراض اللي ممكن تظهر غير اللي قلتها، او يعرف حدا انه معه اعتلال اعصاب سكري؟ هلا الحقيقه قلت لك حسب درجه الاصابه او وحتى حسب ازمان المرض، ببلش بخدر ونمل خفيف باليدين او بالرجلين، بيطلع ورم شيء؟ لا طبعا ما بيتنفخوا اليدين والرجلين، هذيك في حالات ثانيه اللي بتترافق مع التهاب المفاصل مثل نفق الرسم. هون لا، بتلاقي المريض عنده خدر وتنميل، بس هذا الخدر والتنميل بيفرق عن باقي اعتلالات الاعصاب، انه هو بنسميه نحن شكل القفازات والجوارب، يعني هو بياخذ مسار او منطقه اللي بتغطيها القفازات والجوارب، يعني ما عندنا بالسكري وبالنادر والاشكال النادره جدا انه يكون خدر على كامل الطرف العلوي، لا بتلاقيه انه بس بايديه باصابعه وبرجله من محل اللي بيغطيه الجورب، مشان هيك بنقول شكل قفازات وجوارب. بعدها بيصير عندنا الالام، الام شديده، الام مزعجه، وشعور الخدر والتنميل بحد ذاته مزعج غير شعور الالم، بس كمان احيانا بيرافقه الام. بعدها بنتقل للمرحله الثانيه، الشعور بالحراره. المرحله اللي بعدها بيصير في عندنا غياب للحس، يعني المريض احيانا بحاول ما بيعود بحس بالاشياء اللي بيمسكها بايديه او بيتحسس فيها بايديه، وبنفس الوقت وهو عم يمشي ما بيقدر بيحس انه عم يمشي على شو نوع طبيعه الارض اللي عم يمشي عليها. وهذا خطير لانه هون كثير ناس بيجوا تلاقي مثلا مسن عنده سكري لابس برجله حذاء، هذا الحذاء
كان أضيق منه وأدى لأذية برجله وهو مو حاسس، أو مثلا صار في حرق بسبب مي سخنة حطيت على الرجل، أو مصدر تدفئة أدى لحرق بالرجل وهو ما هو حاسس، يعني فقد الآلية الدفاعية. إنه نحن لما نقرب مصدر خطر أو مصدر نار تسحب الطرف، هو ما بيحس، فبالتالي بيجينا بحروق وأحيانا بجروح بدون ما ينتبه عليها. وبتعرفوا أنتوا داء السكري المريض ترميم الجروح أو ترميم الإصابات عنده صعب، وهذا بيؤدي لاختلاطات شديدة، وهذا أحد أهم اختلاطات التهاب الأعصاب السكري. بالحالات النادرة هون لازم نعرفوا أنه هي ما لها علاقة بالإزمان، يعني ما لها علاقة أنه أنا معي سكر من 10 سنين فممكن يصير عندي هيك، لا، بجوز نكتشف السكر في بعض الحالات ولأول مرة بضعف بالرجل. أنه المريض بيجي لعنا أنه أنا عندي ضعف بالرجل، أنه ما عنده لا خدر ولا ترميل ولا حتى إحساس بأنه في مشكلة بالعصب. يعني دكتور هو ما له علاقة بدرجة السكري الموجود عنا؟ لا، ما له علاقة بدرجة السكري. أحيانا يكتشف ولو أول مرة بهيك بهاي الصورة السريرية اللي قلتها. بس طبعا مرضى السكري المزمنين والمهملين هم أكثر عرضة لالتهاب الأعصاب السكري بدرجاته المختلفة. تمام. طيب دكتور خلينا نحكي معناتها عن العلاج، في مراحل أكيد للعلاج، وممكن نوصل لا سمح الله لمرحلة البتر، كونه نحن بنشوف بعض أمراض السكري بيكون في بتر للعضو. طبعا هلأ العلاج أول شيء دائما، ونحن بنقول مثل ما بيقولوا المصريين بتعبيرهم، إذا ما رح نضبط السكر فألعب مع نفسك، يعني ما في فايدة بالعامة. يعني نحن أول شيء وأهم شيء يجب ضبط السكر، وضبط السكر مو أنه أعمل تحليل كل 6 شهور يطلع تحت 110 أقول والله أنا ضبطت السكر، لا، يجب أن يكون المخزون التراكمي للسكر أو العيار التراكمي للسكر أو الخضاب السكري أقل من 6، حتى نحكي عن فكرة أو فرصة لأنه نسيطر على التهاب الأعصاب السكري. بعدها ممكن نحن ندعم العصب بفيتامينات البي كومبلكس أو البي 12 اللي بتساعد على إعادة تركيب الغلاف العصبي. ثالث شيء بنعطي نحن اللي هو أهم واللي هو هلأ اللي الحجر الأساس بالعلاج، مضادات الأكسدة، الألفا ليبوئيك أسيد والأوميجا 3، هذا بيساعد على حماية العصب. بالإضافة لأنه في دواء جديد هو مركبات السيتيدين واليوريدين عم تعطينا فرصة كتير كبيرة لحتى نرمم العصب ونقدر نسيطر على الأعراض اللي عم نحكي عنها. طبعا ما بدنا نوصل لمرحلة حدوث جروح وجنجرينا ونقص تروية بالطرف لحتى نوصل وتموت والتهاب مزمن، لأنه لنوصل للجنجرينا أو التموت والسواد الموجود بالطرف هي بدها مراحل متقدمة ومهملة من مرضى السكري. نعم دكتور، يعني هلأ نحن بفصل الشتاء واجت موجة برد قاسية، دائما السؤال انه البرد مترافق مع آلام المفاصل والتهاب الأعصاب، شو الأخطاء الشائعة اللي ممكن انه عم يعني العالم بتمارسها بدون ما تنتبه انه ممكن تأذي الأعصاب؟ هلأ الحقيقة لك من نفس آلية السكري قلت لك انه التهاب نهايات الأعصاب بمرضى السكري هو له علاقة بنقص التروية اللي بيصير بسبب انسداد الأوعية الدقيقة بالسكري. نفس الشيء في البرد، نحن بالبرد مثل ما قلنا بتعرض الجسم لحرارة منخفضة جدا، أهم شيء أنه نحافظ على حرارة الأعضاء الداخلية المهمة اللي هي القلب والأعشاء والدماغ والجهاز العصبي المركزي، لحتى ما ننخفض حرارتنا نحن بنسحب الدم لجوة نحميه داخل الجسم، فهذا بيؤدي لنقص تروية بالأطراف، نقص تروية بالعضلات، هذا بيؤدي لحدوث آليات التهابية. بالإضافة لتشنج العضلات الدقيقة بالأطراف أثناء التعرض للبرد الشديد، وهذا كتير نحن شفناه بالموجة الجديدة الأخيرة اللي مرت على البلد، إنه نحن أجانا كتير مرضى عندهم والله آلام مزمنة بالظهر بس إجتهم هجمة بهاي الفترة. ليش؟ لأنه تعرض لبرد شديد وتشنجت العضلات وهذا لأدت لحدوث هاي الموضوع. طبعا الخروج التفاوت الشديد بالحرارة هو الأخطر، لأنه بيؤدي إلى تشنج حاد مفاجئ. طبعا كتير هلأ عندنا موجة لقوة شلل بالعصب الوجهي بسبب التعرض للبرد الشديد، والوزمة اللي بتصير بسبب هذا البرد أو هاي التغير بالجو على مسير العصب الوجهي بأثناء مروره بقناته بالإدت. نعم. يعني دكتور بهاي النصائح بدنا نختم معك، بدنا نشكرك كتير لكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها دكتور تامر اختصاصي بأمراض الأعصاب وجراحتها، شكرا كتير لك. وشكر لكم جميعا، شكرا لوجودك معنا وبقية نهار حلو مكمل معك، شكرا لك بإذن الله.